انطلق الملتقى التوظيفي للشباب والذي نظمته مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية بالصالة المغطاة باستاد المنصورة بالتعاون مع عدد من الوزارات. ويهدف الملتقى إلى دمج الشباب بسوق العمل وتعريفهم بفرص العمل المتاحة والاستفادة منهم في كافة المجالات وتزويد الشركات والقطاع الخاص بالقدرات الشبابية. وأوضحت مؤسسة حياة كريمة أن الملتقى التوظيفي تشارك فيه نحو 70 شركة ومؤسسة تعليمية وإنتاجية، ويعمل على توفير 4000 فرصة عمل في كافة التخصصات، سواء في مجال التصنيع أو البيع والتسويق أو الإدارة أو التعليم أو الأمن. تعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني في ملتقى توظيفي يمكن الأكبر من نوعه خلال فترة سابقة على مستوى محافظة الدقهلية، بيوفر أكثر من 4000 فرصة عمل بالتعاون مع 78 جهة ومؤسسة وجامعة وشركات، بالإضافة للتعاون ما بين المديريات التابعة زي الشباب والرياضة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي. قسمنا نفسنا فرق ولجان، في لجان استقبال، في لجان الأمن طبعا استقبال الناس على البوابة، وفي لجان بتبقى في التنظيم ان هي بتقدر توزع الناس. اللي داخل الاول طبعا بيتم توجيه قاعة اللي هم الباحثين للعمل في قاعة كبيرة مكيفة، بيخش تسجيل الكتروني يسجل نفسه على برضه مجموعه من المتطوعين، وتسجيل كتابي برضه تسجيل ورقي، وبعد كده بياخد رقم وبيستريح في مكانه، وبعد كده بطريقه تنظيميه عن طريق مجموعه من المتطوعين بيتم نقلهم الى طبعا الباحثين، وطبعا مع يعملوا انترفيو بشكل مباشر مع الاتش ار بتاع الشركه. الملتقى التوظيفي اتاح لنا الفرصه ان احنا نقدم في محافظه الدقهليه في المحافظه بتاعتنا، بدل ما احنا نروح مثلا مدارس اخرى ونمتحن، احنا قدمنا ومنتظرين الرد ان شاء الله. وبشكر مؤسسه حياه كريمه انها اتاحت لنا الفرصه.